وزي ما انتوا شايفين الشغل فنيستي بجد صعب جدا، بس اتس فيري تشالنجينج، فبالتالي الموضوع بيبقى انترستنج ان انا كل يوم جوز الشرابات دول بتوعك لقيتهم في الحمام. هيمن انت بتعمل ايه؟ انت بوظتلي اللايف. على فكره كان في حاجات تانيه بس انا ما ينفعش امسكها بايدي. يا انت بتبص كده ليه من شاي واحمد؟ هما دول بتوعك؟ لا لا مفيش مفيش. على فكره ما تتكسفش، لو بتوعك وبتحب النوع دوت دي حريه شخصيه، يعني احنا بنتقبل الاخر. لا ابدا 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 مفيش حاجه مفيش حاجه. شكلهم بتوعه. هما اكيد دول مش بتوعي. روح بقى شوف ساره او طاره او ممكن ايمن. لو ما قلتلهمش بقى صاحب خلاص يبقى ممكن تديهم لصاحبتك. هو انت صحيح مش بصاحب يا ايمن؟ للاسف، بس عندي فتاه احلام، او تقدري تقولي فتيات احلام. بصي انا اي واحده بشوفها بتبقى فتاه احلامي. ايه ده، يعني انا كمان فتاه احلامك؟ كنتي ارتبطت بيكي فتره في خيالي ايام الجامعه، ايام ما كان شعرك لونه سبانخ كده. اوكي فاكره. كان حواجبك داخلين في بعض كده. كنت فاكره فاكره يا هيمن فاكره. كانت شفتك بقى من تحت. خلاص يا هيمن افتكرت. كنتي اجمل حبيبه خياليه بين كل اللي ارتبطت بيهم في خيالي. كانت علاقه ممتازه. كنت بعت عليكي بعربيتي ونقعد نلف لحد الفجر، ما كانش بيهمنا حاجه. كنت بتطلعي من سقف العربيه وتقولي بحبك بحبك يا هيمن. كنت مجنونه. بس للاسف. ايه اللي حصل؟ حتى كنت بتحتويني، كنت بتشاركني كل اهتماماتي وتفكيري، سبتك ليه؟ انا اللي سبتك. انت سبتني انا ليه بقى ان شاء الله؟ لان بعد الحمل. حمل ايه؟ كان كاذب ما تخافيش. اوكي. بعد الحمل صوابعك لزلزت من الحته دي والخاتم ما دخلش فيهم. خاتم ايه؟ انا فاهمك. الخاتم ده، الخاتم ده ماما سابتهولي، واعتبرت ان دي ساين ان البنت اللي الخاتم ده هيدخل في ايدها هي اللي هرتبط بيها. الله انت رومانسي قوي يا هيمن، انت عامله زي قصه سندريلا بالظبط. بالظبط. حتى تلاقيني دايما الساعه 12 بالليل بتنتبني لحظه شجن كده، ببقى مستني المومنت بتاعتي. هيمن انا مش عايزه ابرست البابل بتاعتك. لا برستي براحتك. اوكي بس هي السندريلا مومنت بتاعت البنات مش بتاعت الولاد. سندريلا سندريلا مومنت. انا اول سندريلا في مصر.